لسه لينا كلام مع حضراتكم، لكن نروح لطبعا محمد الباز بشكل مختلف عن التحليل الفني، نعرف منه أكتر ويترجم لنا كمان الأرقام اللي قالها الدكتور أحمد بيومي على شكل صور وفيديوهات لفريق الهلال السوداني. فنرحب بيه معانا النهارده طبعا محمد الباز. محمد الباز برحب بيك معانا في شاشه قناه النادي الاهلي، واستعداد لمباراه مهمه للنادي الاهلي بكره ان شاء الله امام الهلال السوداني. مساء الخير كابتن هاني، برحب بحضرتك وبالكباتن الكبار، وان شاء الله تبقى مباراه قويه ونحقق فوز كبير ان شاء الله بكره. احنا مبدئيا عايزين نتكلم شويه عن الارقام اللي اتعرضت مع دكتور بيومي. الارقام تبدو ارقام قويه، يعني تبدو ان الفريق الهلال فريق قوي. لو احنا وقفنا على بعض النقاط، على سبيل المثال اخر 7 مباريات على ارضه فاز في 6 منهم و1 تعادل، يعني فريق قوي جدا على ارض، ده رقم واحد. الاهلي لم يفز على الهلال على ارض حتى الان، يعني في نقاط كده مهمه جدا بتعكس مدى قوه الفريق الهلال على ارضه. الارقام اللي احنا شفناها حتى على نسبه السكورنج، التهديف لفريق الهلال، يعني في اخر مبارياته كابتن هاني وصل نسبه السكورنج في الاكس جي 2.5، بيعمل سكورينج وتهديف بشكل كبير جدا حتى على مستوى الدوري حتى الان او مستوى الموسم الحالي، يعني جاب 46 هدف من 22 مباراه، نسبه التهديف عاليه عنده جدا. ولكن يعني هي ارقام قد تبدو قويه ولكن خادعه، لان انا ببص على الارقام ديت على مستوى الدوري. لو احنا بصينا على مستوى التهديف او السكورينج على مستوى دوري ابطال افريقيا بيقل بكتير جدا، هو تحت يعني 0.80 على سبيل المثال، يعني مش محصل 1% او ان هو يحرز هدف في كل مباراه. فنسبه السكورنج عنده في المباريات الكبيره او في دوري ابطال افريقيا اكيد مختلفه عن المستوى في الدوري السوداني. يمكن يكون الفرق طبعا مش على مستوى الفرق اللي بيلعبها في دوري الابطال بشكل او باخر. الدكتور احمد بيومي كان اتكلم معانا على جزئيه مهمه جدا، ان هم معظم اهدافهم بتيجي من الكرات العرضيه، عندهم ما عندهمش استحواذ بالشكل اللي احنا نعرفه، وبالتالي عندهم الترانزاكشن عن طريق كره طويله، وبالتالي ايه اللي ده يعني بيتحقق ازاي، وازاي نخلي بالنا منه في مباراه بكره ان شاء الله. صحيح، هو طريقه لعبهم دايما بالبيلد اب من الخلف، وبعد كده بيعتمدوا على اللونج بولز في الاطراف، وفي الاغلب يا كابتن هاني بيكون في ناحيه اليمين. لو احنا بدانا نبص ازاي نترجم الكلام دوت رقميا، ناحيه اليمين يعني شمالنا، ناحيه الشمال عندنا على علي معلول او على حتى في مثلا احمد عبد القادر، عم نتكلم دايما بيبدا البيلد اب من ناحيه، يعني مبدئيا نبص رقميا من الشاشه اللي بتعرض يا كابتن هاني منين بالظبط هم بيلعبوا اللونج بولز، يعني دايما من ناحيه اليمين. ده مباراه سان داونز الاخيره من ناحيه اليمين، زي ما احنا شايفين 25% من الكرات اللي اتلعبت من ناحيه اليمين، في حتى في كرات بتلعب من العمق بشكل عمودي او شكل اللعب المباشر. ايوه، ومن ناحيه الشمال النسبه قليله جدا 3% زي ما قلنا. حتى اللاعب المدافع اللي بيبقى دايما ناحيه الشمال هو اللي بيعمل البيلد اب، ابراهيم اموره، يعني هو ده، خلي بالك يعني برضه عشان الساده المشاهدين يعرفوا، هم تقريبا عملوا 12 هجمه من ناحيه اليمين بنسبه 25% دي الكورسات كمان، ومن ناحيه الشمال اقل شويه حوالي 3%، ولكن الكور اللي زي ما بنقول الكور اللي في العمق ما بين السردباكين هم بيلعبوا عليها بشكل مباشر، ده كان كمان امام فريق كبير زي سان داونز. هم دايما بيسيبوا في سبيسز، مساحات ما بين الخطوط، يعني هو دايما لو احنا بصينا بدانا نعرض الحالات هنشوف ازاي بتبدا البيلد اب من الخلف من الحارس محمد ابو 20 بيبدا يمسك الكوره، بيبدا ان هو يبدا اللي هو يلعب، لا اما ينزل ابراهيم اموره من ناحيه الشمال، دي كوره ده بدايه الهجمه. اوكي، ده بدايه الهجمه، يعني معانا علي ابو 20 حارس المرمى بيبدا الهجمه، بينزل له يا كابتن هاني، يعني هنا نزل له دافيد اباجنا اللي هو رقم 8 اللي هو دايما بيلعب طبعا ارتكاز او بيلعب في نص الملعب، هو اللي بدا هنا الهجمه. بيعمل ايه؟ بيستلم، يعني متساب هنا مساحات. احنا عايزين نقف عند سان داونز بيلعب هنا الضغط العالي، وده طبعا اللي بنتمنى ان الاهلي يلعب الضغط العالي، لان في اكتر من هجمه شفناها في مباراه سان داونز لما سان داونز لعب ضغط عالي غلطهم، حصل فيه اخطاء. نشوف هنا اباجنا كابتن هاني استلم الكوره، عدل وشه واترمت الكوره على الاطراف على طول ناحيه اليمين، وبتترمي على طول كروس عالي او لونج بول في الجناح. يعني الجزئيه دي يا محمد بنتكلم ان هو ممكن يبني من تحت، ولكن اول ما الكوره بتطلع على الطرف
ما بترجعش تاني في نص الملعب، بيحاول بقدر الامكان يلعب كوره طويله سواء على الجنب او في العمق او في العمق ورا السرد باكين. صحيح، اللي ان شاء الله المفروض النادي الاهلي يعمله يبقى في ضغط عالي، نحاول نغلطهم في نص او ثلث ملعبهم الدفاعي وتبقى عندنا فرص للتهديف. يعني طبعا يعني هم عملوا في مباراه سان داونز 61 لونج بول، يعني ده برضو مثال في الدوري. يعني في المباراه الاخيره يعني كانت امام الاهلي مروي نفس الكلام يا كابتن هاني، يعني شوف نفس الكرة طويلة ده واحدة في العمق ويبدا بقى سبق، يعني هو معتمد على سرعات او معتمد على اخطاء الفريق اللي قدامك. هل كل الكور اللي بيلعبوها، هل ستايل لعبهم دوت، هل ده ايجابي او بيترجم بشكل ايجابي او صحيح؟ لا، الاجابه لا. ليه؟ لان احنا كابتن هاني عايزين نقف عند احصائيه في مباراه سان داونز، 61 لونج بولز اتعملوا، ما فيش منهم الا 27 كوره صحيحه هي اللي تم استلامها. طيب ما هو ده اللي بكلمك عليه يا محمد، هم عندهم يعني واضح كده ان هم لو عايزين يطلعوا بالهجمه هم بيطلعوا يا دوبك نقله والثانيه، وبعدين الكوره بتتعمل كوره طويله يا اما على الجنب يا اما في لما لعب مباشر في العمق. بالظبط، اللقطه اللي فاتت شفنا لو ما فيش فرصه ان هم يبداوا يعملوا البيلد اب بشكل سليم، الحل بالنسبه لهم ان هم بيلعب لونج باس سواء على الجنب او سواء ما بين السردباكين، وبالتالي هم بيعتمد ان هو يحط الكوره في نص ملعبك ويشوف بقى اخطائك انت. طيب صحيح. ده بالنسبه لطريقه اللعب، ايه الديفوهات، ايه الاخطاء اللي عندهم ممكن نستغلها بكره ان شاء الله؟ يعني صحيح، احنا عندنا اكتر من حاله بتظهر فيها اخطاء اللاعبين منهم حتى هدف سان داونز. هنبدا باخطاء المدافعين ونشوف التمركزات عندهم يا كابتن هاني. يعني احنا لو بصينا هنا التمركزات اللعيبه واقفه ازاي، حتى لعيبه سان داونز يعني بنشوف مثلا من ورا في الثلاثه اللي هما الاثنين سيرد باكات والثلاثه المدافعين واقفين ازاي. يعني دايما هما في معظم هجماتهم التمركز والرقابه مش بالشكل الصحيح. يعني نرجع تاني عشان نشوف الكره اتلعبت ازاي. طبعا التمركز اللي فات في مشكله جدا ان هم بص الراجل اللي لابس اصفر اللي هو بيمر اخر واحد لابس اصفر اللي هيمر ما بين تقريبا ما بين الباك اليمين والسيرد باك اليمين، المنطقه البلند الزاويه العمياء، يعني مش متشافه، وده اللي لعب دايما عليها سان داونز، لعب على الزاويه العمياء بتاعه المدافع وبدا ان هو يلعب بالكرات في العمق. يعني هم استغلوها ودي حاجه غريبه، يعني انت اصلا الاطراف عندهم دايما بيبقى فيها مشاكل، سان داونز استغل ان هو استغل العمق العمق بشكل اكبر من الاجنبي، يعني اكتر من الاجنبي في المباراه الاخيره. يعني نفس الكلام هنا برضو كابتن هاني، الكره بتتلعب في العمق دايما، في مساحات بتتلعب في الزاويه العمياء من ورا المدافعين وبتترمي في مساحه واسعه كبيره جدا، وبيبدا ان هو يعني انا عايز اقول لحضرتك ان سان داونز يعني استغل هو فرصه واحده، هو هدف وحيد، وضيع فرص كبيره بشكل كبير جدا. علي ابو 20 الحارس المرمى كان ليه دور كبير جدا، تصدى لتصديات كبيره جدا في المباراه دي. ده معظم اخطائهم الدفاعيه، عدم الرقابه بشكل صحيح، عدم التمركز بشكل صحيح. قد يبدو ان التمركز صحيح لكن التحرك من خلف المدافعين دي طبعا اعتقد من عيوب الكره الافريقيه بشكل كبير جدا، ان الراجل بيتحرك في ظهرك مش متشاف بشكل كويس. لكن الميزه لسان داونز ان هو اشتغل عليها كتير، ما انت مش يعني مش هتعملها مرتين ثلاثه وهتجيب جون، ممكن نشتغل عليها بشكل كبير ونعتمد على الجزئيه التحركات خلف السيرد باكين، وممكن جدا بكره بينيه ممكن نحقق هدف ان شاء الله. يعني وده اللي عملوه، يعني ده نتيجه اللونج بولز والكروسات اللي كانوا بيعملوها كابتن هاني، ان بتخلق مساحات ما بين الخطوط في التلت الاخير قدام ملعب، طبعا قدام التلت الاخير عند الهلال زي ما احنا شايفين. نفس الكلام يعني على طول في مساحات، في الكره بتتلعب في ظهر السيرد باكات او ظهر المدافعين. يعني ده الهدف ده كانت مش هدف، دي الكره اتلعبت اعتقد دي اتحسبت اوف سايد. من الواضح ولكن من الواضح باز ان هم يعني من خلال لغه الارقام، وكويس انك جبت بعض الصور، لان عندهم مشاكل في خط الدفاع بشكل كبير جدا. ولكن انا كمان شايف ان الكره الطويله والاعتماد على الكره الطويله هي سلاح ذو حدين. ان شاء الله باذن الله بكره فرقتنا تكون ان شاء الله على قد المسؤوليه، واحنا يعني الحمد لله بشهاده الجميع، ويمكن كولر قال الكلام ده، ان احنا بنمر بمرحله جيده جدا من مستوى اللاعبين ان شاء الله باذن الله. نقطتين الفرص ان شاء الله اللي تجيلك تحقق اهداف، وما يكونش عندنا ان شاء الله اخطاء دفاعيه، وبنضمن بكده ان شاء الله الفوز بكره. باز محمد الباز، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن هاني، وكل التوفيق ان شاء الله بكره في مباراه الغد ان شاء الله. يلا نطلع نكمل مع نجومنا.